بعد سنوات من معاناة العالم من فيروس كورونا وما صاحبه من قيود وأزمات اقتصادية وغيرها، جاء تطور صحي جديد ومقلق ليخيم على العالم ويتمثل بمرض جدري القردة مع استمرار تسجيل حالات في دول مختلفة من حول العالم. انقسمت الآراء مشاهدين حول هذا المرض بين من يقلل من مخاطره وبين من يدعو لتشديد الإجراءات للحد من انتشاره، وعلى الرغم من أنه طرق انتقال المرض تتطلب ظروفاً مختلفة عن تلك المتعلقة بكورونا، يبقى القلق قائماً من تفشٍ واسع لهذا المرض. فهل يعد هذا الذعر مبرراً أم أنه المرض أخذ أكثر من حجمه؟ وما هي الطرق المثلى لمواجهة انتشاره؟ نفهم أكثر عن هذا المرض، هذا الفيروس، مع ضيفينا الليلة من ميشيغان، الباحث في علوم المناعة وتطوير اللقاحات والأمصال للأمراض الفيروسية والبكتيرية دكتور علي فطوم، ومن باريس المتخصص في الطب المخبري والمناعة دكتور رياض عربي درقاوي. أهلا بكما معنا الليلة إلى هذا الحوار. يعني اعتدنا أن نتحدث معا عن فيروس كورونا، اليوم نتحدث عن شيء جديد كليا. خليني أبدأ معك دكتور علي، ما الذي نعرفه حتى الساعة عن جدري القردة وهل من داع للقلق؟ نعم، شكرا على الاستضافة، تحياتي لك للضيوف للمستمعين. طبعا احنا بنعرف كثير عن هذا عن الجدري بشكل عام، وطبعا التجربة مع الجدري تعود الى القرن السابع عشر في البحث حول التطعيم ضد الجدري في تلك الفترة والى اخره. وطبعا قد استطعنا ان نقضي على الجدري في نهاية ال 1980، واعلنا انه خلص من العالم ولم يكن هناك اي حالة حتى الان. طبعا الجدري هنالك عدة أبناء عم كثيرون، فمن الجدري القردة، الجدري الآخر، فهنالك حيوانات تصاب بالجدري كالبقر مثلا، لكونه كان المصدر للتطعيم الأولي في قبل أكثر من 200 سنة. إذن نعرف الكثير عن الجدري، لا حاجة لأن ندخل في نوع من التوتر نتيجة لهذه الحالات. طبعا هنالك نوع من الاستغراب، لماذا الآن وماذا حصل، لأنه كان موجودا بشكل طبيعي في الدول الأفريقية، وين القردة موجودة، وين في هنالك تماس بين الإنسان وبين هذه الحيوانات. وطبعا الحالات التي عرفنا عنها في السابق كانت مرتبطة في العلاقة أو القرب من الحيوانات والتماس مع هذه الحيوانات. إذن السؤال الآن هو، هنالك حالات منتشرة، هنالك بعض الأمور أو بعض المعلومات تشير إنه انتشر في مجموعة معينة، وطبعا نستطيع الحديث أكثر عن طرق الانتشار ولماذا هو ليس صعبا كما هو الحال في الكوفيد، ولماذا لا يمكن دكتور البعض خائف، خاصة أنه يظهر ونتابع هذه الصور وهي صور بشعة عن هذا الفيروس، ونحن لم نقضي على وباء كورونا. يعني بدي أسأل الدكتور رياض عربي درقاوي، ما أكثر ما يخيفكم دكتور كأطباء مراقبين اليوم لهذه الطفرة؟ مرحبا وشكرا لاستضافتكم، وشكرا للزميل على هذه المقدمة الجيدة والملخصة والسريعة. في الحقيقة ما هو غير نمطي هذه المرة هو كما قد أشار إليه الدكتور إلى حد ما، الانتشار في أوروبا وفي أمريكا بنفس الوقت، بينما عادة ينتشر هذا المرض في أفريقيا، في غرب أفريقيا ومركز أفريقيا، يعني الكونغو، نيجيريا، في هذه المناطق. فهذا الانتشار المتزامن الذي حصل هنا، وخاصة مع أناس لم يكونوا قد عادوا من إفريقيا، هذا يعني أن هؤلاء الناس قد تم الانتقال المرض عندهم بالتماس مع أناس آخرين على أغلب الظن.
وإن كان ليس وهذا ليس هو الأمر المعتاد مرة أخرى. عادة الإنسان يعني بالتماس مع الحيوانات، لأنه أصلا هو مرض حيواني بالأصل، مرض الكوفيد أصلا، فهو مرض حيواني ينتقل حاليا بين الإنسان إلى إنسان على ما يبدو، ومن هنا وجبت المراقبة. هناك موضوع آخر، أنه هذه ثامن مرة منذ أن اكتشف المرض عند الإنسان من 50 سنة، من 1970 تقريبا، ينتشر فيها عبر العالم، ولكن كانت كل يعني هذه الحالات مرة أخرى مرتبطة بتعرض ل أو عدوى من إنسان إلى من حيوان عفوا إلى إنسان، وليس مثل هذه المرة. شيء آخر قد يثير إلى حد ما يعني المخاوف، أنه في حال تم انتشار هذا الوباء، وهو احتمال أقل بكثير من احتمال انتشار وباء كالكوفيد، ولكن في هذه الحالة ليس هناك حماية كافية عند السكان في العالم لهذا يعني تجاه هذا المرض. لماذا؟ لأنه لقاح الجدري توقف تقريبا عام 1980 باختفاء آخر حالة عام 1977، كانت بحار صومالي على ما أذكر، فلم يعد يعطى لقاح الجدري، جدري الإنسان طبيعة الحال دكتور المعتاد الذي نعرفه. الحديث عن كان الحديث يحمي عن هذا اللقاح اللقاح عند الناس مهم الذين كبار جدا، العمر منها من نعم طبعا. خصوصا اعذرني على المقاطعة، لكن بدي أخصص للقاح يمكن وقت معين، لأنه هذا مهم جدا. البعض طبعا بيقول أنه اللي أخذ لقاح، حتى من أطفالنا اللي أخذ لقاح مفهوم الجدري، ممكن اليوم يكون محمي. بدي أرجع أسألك عن هذا الموضوع، وهو أساسي بالنسبة لكثير من الناس يسمعوننا الآن. خليني مفهوم أسأل دكتور علي عن موقف الرئيس الأمريكي اللي قال إنه حسم إنه هذا الموضوع قد يكون له تداعيات في كلمته الأخيرة. خليني أسألك، شو التداعيات المرتقبة لهذا التفشي؟ يعني إذا كان لن يكون كما يقول الدكتور رياض عربي درقاوي، سينتشر بالسرعة نفسها وبالطريقة نفسها التي تابعناها مع كوفيد، شو التداعيات المتوقعة دكتور علي حقيقة؟ نعم، ككل سياسي يعني لازم ناخذ او نخصم من الاعلانات، لانه هو ليس طبيبا وليس عالما وليس ولذلك تصريحات الرئيس هي تصريحات رئيس دوله. العوده الى العلماء والى طاقم المستشارين في البيت الابيض المتخصصين في هذا الموضوع لهم راي مختلف جدا، وهو ما تحدثت فيه قبل قليل. هذا الفيروس نحن نعرف عنه الكثير، وهو فيروس ثابت، يعني لا يتغير بالصورة السريعة التي تغير فيها السارس أو الكوفيد بطريقة سريعة، لأنه هذا الفيروس يعتمد أو المادة الوراثية فيه هي مادة الـ DNA، أي أنه لديه مادة الـ DNA كبيرة، وفي حال حصول أي تغير يستطيع هذا الفيروس والدي ان اي ان يصلح نفسه، وبالتالي التغير اذا حصل يكون تغير طفيف جدا، وبالتالي هذه النقله من الحيوان الى الانسان تكون محصوره، لان قدره الفيروس هي قدره غير كبيره جدا. واي فيروس انتقل من الحيوان الى الانسان ولم يتغير لكي يتلائم مع الانسان تكون الحاله حاله محدوده. إذا في هذه الحالات كما نرى الآن أن لا يوجد هنالك أي نوع من الحذر الكبير والخوف والقلق، لأننا نعرف الكثير، لدينا التطعيمات كما تحدثنا، وأيضا لدينا كثير من الأدوية التي يمكن استعمالها، وأيضا طريقة تعاملنا تكون مختلفة لأنه ينتقل. وطبعا هنالك حديث على أنه النواة التي حصلت فيها هذه الحالات هي قريبة جدا من المجموعات المثلية، لأن التماس بين الناس كثير قريب جدا، وبالتالي له ليس منتشرا بصورة طبيعية وبصورة زي الفيروسات الأخرى كالفلو والكوفيد، وإنما هنالك انتشار محدود. عم بتطمننا دكتور علي الليلة، عم بتطمننا، لأنه اليومين الماضيين كانوا بالفعل مليئين بالذعر والخوف. يعني أنت تحدثت عن الرئيس بايدن، الرئيس قال أنه يجب أن يثير هذا الموضوع قلق الجميع. ما بدي أعلق على ما قلته قبل قليل، لكن دكتور رياض، هل تعتقد أنه يتم التعامل مع هذا المرض بالشكل الجيد الآن؟
نعم، أعتقد أن التعامل معه جيد، بدليل أن منظمة الصحة تراقب عن العالمية، منظمة الصحة العالمية تراقب عن كثب تطورات الوضع في مختلف الدول، بدليل أن ماذا يسمى المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض وللوقاية ولمراقبة الأمراض أيضا يدرس الموضوع عن كثب، وسيصدر تقريرا الأسبوع القادم، في مطلع الأسبوع القادم. وفي فرنسا هنا تشكلت خلية لدراسة يعني ومتابعة هذا الموضوع، فالتعامل مع المرض هو تعامل جيد، يعني لا يريدون أن تحصل أي مفاجآت، هي احتمال ضعيف جدا كما قال الدكتور أن تحصل مفاجآت، ولكن يجب أن تكون يعني الدراسة كافية والمعلومات جيدة، ويجب توخي الحذر دائما في كل شيء جديد يحصل عندما يكون غير نمطي. إلى حد ما من الممكن أن يعني أو من الأفضل أن نأخذ الحيطة. يعني هلا بعض طبعا كما الدول تحدث الدكتورة عزلت يعني دكتور رياض، الانتقال بعض الدول أعقد عزلت بكثير المصابين. يعني. يعني كنت أقرأ قبل ما نطلع على الهواء أنه بلجيكا من الدول اللي طلبت من كل المصابين أنه يعزلوا أنفسهم لمدة 21 يوم، يعني كأنه رح ندخل بلوك داون من جديد. هذا صحيح، لأن عزل المريض هو الطريقة الوحيدة حاليا لوقف انتشار المرض، علما مرة أخرى أن انتشار المرض ليس سهلا أبدا، يعني يجب أن يتم تماس مع المريض لفترة طويلة، علما أن هذا الانتقال يحدث بعد ظهور الأعراض وليس قبل ظهور الأعراض. هذا يعني أن الشخص يكون مريضا ويعرف أنه مريض وعنده حرارة وعروقات وتعب وخمول وآلام في البدن وآلام في العمود الفقري، ويعني يعرف نفسه أنه مريض، ومن ثم سوف تظهر الاندفاعات الجلدية في مرحلة لاحقة. لكن بالأصل يعني لن يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي، ومن الأفضل بطبيعة الحال بفرنسا الحالة الوحيدة التي قد تم تشخيصها 29 سنة عمر الشخص منذ يومين تقريبا معزول، وهو ومطلوب من كل عزلوه يعني طبعا عن بقية الناس، وكل الكونتاكت المخالطين له هم قيد الدراسة والعزل أيضا. شيء طبيعي أن نفعل ذلك حاليا، ليس لنثير أي مخاوف ولكن لكي لا ينتشر المرض بشكل أكثر. وعلى كل إن هكذا من المفروض أن تتم السيطرة عليه بشكل يعني نسبيا سهل، سهل يعني طيب دكتور علي، أفضل من الكوفيد بطبيعة الحال. المرض نادر، يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان والعكس كما تشير آخر المعلومات. الأعراض حمى، آلام عضلات، تضخم الغدد الليمفاوية، الإرهاق، طفح الجلدي كما تابعنا في كثير من الصور اللي انتشرت. بغياب علاج واضح لهذا المرض أو لهذا الفيروس، كيف يجب التعامل معه طبيا؟ يعني يجب أن نخاف إن حصل الموضوع معنا في بيوتنا؟ كيف لازم نتعامل معه؟ نعم، أول شيء في نقطة مهمة جدا لازم نأخذها بعين الاعتبار، وهو أن هذا المرض بخلاف الكوفيد وخلاف الفلو أنه ينتقل عندما تكون هنالك عوارض، بمعنى أن الشخص لا ينقل المرض إذا لم تكن لديه عوارض. هو ليس كالكوفيد عندك 5 أيام يمكن أن تحمل الفيروس ويتواجد الفيروس، لا يوجد أي نوع من المعرفة. نحن نستطيع أن نعرف أن الشخص قد أصيب لأنه الأعراض تكون ظاهرة، وفي هذه الحالة تكون قادر على الانتقال. النقطة الأخرى هي أن هنالك أدوية ضد الفيروس موجودة ومتاحة عند الجميع، وبالتالي يمكن التعامل مع هذه الحالات بهذه الطريقة كما تفضل الدكتور، أنه كمان حصر الناس الذين اتصلوا بذلك الشخص، وبالتالي هنالك طرق مختلفة جدا، مختلفة بشكل جذري عما حدث بالنسبة للكوفيد. لا نستطيع أن نقول نكون هناك إغلاق، وليس إغلاق بكي كما أي حالة مرضية أخرى ممكن أن تنتشر أو تعطى للآخر، الشخص نفسه يمكن حجزه، لا نحجز الأشخاص الذين لا يعني خلطوه في الشارع والممنوع الاتصال بين الناس. الحياة طبيعية، ولكن أولئك الذين تظهر عليهم العوارض ويصبحوا قادرين على إعطاء الفيروس للآخرين، هؤلاء الناس يدخلوا إلى حالة الحظر. وهل يمكن الوقاية من هذا المرض؟ يعني نحن التزمنا بالإجراءات الضرورية خلال أزمة كوفيد، لكن اليوم في إجراءات يمكن اتخاذها للوقاية منه دكتور علي؟
أول شيء الفيروس غير منتشر بصورة عالمية وبصورة كبيرة جدا، بحيث أن واحد يكون عنده شك أنه سيتعرض لهذا الفيروس إذا ذهب إلى السوبر ماركت ولا ذهب إلى المطعم وإلى آخره، لأنه الأعداد قليلة جدا، نتحدث على 100 إلى 200 حالة في كل العالم. إذا هو ليس بتلك الطريقة أو تلك الخطورة والانتشار السريع، بحيث يجب أن نأخذ كل احتياطاتنا. لا يجب أن نكون يجب أن نكون على علم أنه في حال أولئك الذين على تماس مع حدا قد يكون لديه هذا المرض، إن إذا ظهرت الأعراض، بدأت ظهور الأعراض، أن نذهب إلى الطبيب وأن نأخذ الأدوية وأن نتعامل مع هذا الموضوع. أما أن نأخذ حذرا وأن ننتقل، لأنه ينتقل عن طريق التماس، بمعنى أنه الكمامة وإلى آخره مش راح تفيد بصورة كبيرة جدا. إذا لا يوجد هنالك أي تغيير إجراءات. على الحياة الطبيعية، وإنما يجب أن نكون هنالك حذرين في حال حصول أي تمام حالة مرضية، تمام أن نذهب إلى الطبيب وأن نتعامل معه. اسمحوا لي أن أخصص الجزء الأخير من حوارنا للحديث عن التطعيم. يعني ثبت بالماضي أن التطعيم ضد الجدري ناجع بنسبة 85% بالوقاية من جدري القردة. هلأ للأسف أنه لم يعد متاح هذا التطعيم، لكن بدي أسألك دكتور رياض، إلى أي مدى التطعيم المسبق بإمكانه اليوم أن يساعد في تخطي هذه الأزمة سريعاً؟ التطعيم ضد جدري الإنسان الذي كان يمارس أو يعطى لكل الناس تقريبا في الماضي حتى عام 1980 كما قلنا قبل قليل قد توقف، يعني وبالتالي من هو ما زال عنده الأضداد المكتسبة بعد أخذ هذا التطعيم عمره أكبر من 50 سنة بشكل عام، يعني بشكل عام أتحدث، وبالتالي فالأشخاص المعرضين هم الشباب والأطفال والشباب الذين لم يتلقوا هذا التلقيح أو التطعيم ضد الجدري، بما أنهم من نفس العائلة ورغم اختلاف شدة وخطورة المرض بشكل جذري، ولكن يعني بما أنهم من نفس العائلة من الممكن أن يحصل تصالب ويحمي لقاح الجدري السابق الذي أخذه الناس حتى عام 1980 من هذا المرض. إذا المعرضين أكثر هم الأطفال بالنسبة للقاح، الأطفال والشباب، ولذلك أصلا في المرات الماضية أذكر الآن يعني جاءت على بالي هذا الموضوع، الأشخاص أصلا الذين انتشر عندهم كانوا معظمهم شباب وأطفال أصلا في المرات السابقة، يعني قلت من قبل قليل 8 مرات انتشر عبر العالم، طبعا بأعداد قليلة جدا يعني، ولكن كانت معظم هذه المرات هي فعلا شباب وأطفال كانوا مع يعني يلعبون مع الكلاب أو مع حيوانات، مع سنجاب أو قوارض أحيانا، فهذا الذي أدى إلى انتشار المرض. بالنسبة للقاح جدري الماء أو الشيكن بوكس، يعني الذي نسميه الحماق باللغة العربية، صحيح. لا أعرف مدى فعاليته بالضبط، يعني لأنه كل الأطفال حاليا يعني ملقحين ضده أو هلا قد في بعض تعرضوا الدراسات للأدوية من دكتور رياض، القطاع حتى أنه بعض في المدرسة المدارس أو في نشرت المنزل هذه وهكذا. المعلومات أنه لا داعي للهلع، نعم من أخذ هذا اللقاح محمي تماما. سأعود للدكتور علي لأسأله إن كان لديه أي معلومات مرتبطة بما أشار إليه يبدو، نعم. الدكتور رياض، شو دكتور علي من يعني أخذ لقاح جدري الماء مثل ما بنعرفها، جدرة مي بنسميها بالعامية، هل هو محمي؟ نعم، هنالك إذا نظرنا على كل الباكس لكل الجدري نلاحظ أن هناك تقارب جيني كبير جدا، وبالتالي إذا رجعنا حتى إلى أيام جانر قبل 200 سنة عندما كان التطعيم، كنا نأخذ هذه الطفحات اللي موجودة على الجسم عند الشخص المصاب، وطبعا طورنا منها اللي هو جدر البقر اللي كان أول فاكسين أول تطعيم للجدري. إذا هنالك تشابك وهنالك ما نسميه كروس رياكتيفيتي بين الباكسز المختلفة. وأيضا اليوم مثلا في شركة أو جامعة معينة قد قامت دراسة التسلسل الجيني لهذا للمونكي بوكس للجدري القرود، وبالتالي ما الذي نحصل عليه هو أنه سيكون لدينا معلومة كافية جدا.
التقاطع بين الجذريات المختلفة وتقاطع كبير جدا، وبالتالي من لديه مناعة، وخصوصا هنالك مناعات اللي هي المناعة التائية في هذه الحالة، اللي هي غير مرتبطة في بشكل أساسي، مثبتة ولا تتغير بشكل كبير جدا. إذا هذه الجذريات المختلفة ممكن أن تعطينا نسبة عالية من المناعة، وإن لم تكن منع المرض نهائيا ممكن أن تخفف الأعراض إلى درجة كبيرة جدا، ولكن في حال ظهور أي أعراض يجب الذهاب إلى الطبيب وأخذ الأدوية الملائمة. وطبعا هنالك حديث جدا الآن على عملية إعادة بناء المخازن بالتطعيم الأصلي الموجود الآن في الولايات المتحدة، وأيضا هنالك شركة في الولايات المتحدة لإميرجن، وهنالك أيضا شركة في أوروبا قد طلب منها حوالي 200 مليون جرعة موجودة وهذا مهم، هذا مهم جدا دكتور علي. سأنهي الحوار بهذه النقطة مع الدكتور رياض. إلى أي مدى ما نعيشه اليوم سيعجل، خلينا نقول أيضا، الأبحاث حول لقاحات لربما جديدة تقينا من هذه الأمراض؟ والله نقطة جيدة، سؤال جيد. الحقيقة أنه يجب أن يعني تنظر الحكومات بشكل أفضل وتعطي ميزانية أكبر للأبحاث الطبية حقيقة. يعني كما رأينا مرض الكوفيد شل العالم تقريبا، وهناك أمراض كثيرة في الدنيا لن نتطرق إليها يعني. فالأبحاث الطبية يعني لو يعطوها على يعني أقول 5% من ما يعطوا، أو حتى أقل من 5% من ما يعطوا للأبحاث العسكرية وتمويل الحروب وهكذا، لو يعطوها لكنا يعني استطعنا حقيقة تطوير أدوية كثيرة أصلا ضد السرطان أو الأورام الخبيثة، بالإضافة إلى الأمراض الحموية أو يعني الفيروسية يعني وغيرها. طبعا يعني سنضع هذا الشيء أملنا أتمنى أن يكون دكتور قد نبه رياض في العالم ذلك، يعني في نهاية هذا الحوار، تفضل. واعذرني للمقاطعة لأنه انتهى وقتنا لهذا الحوار. إن شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا على المشاركة معنا دكتور رياض عربي درقاوي، متخصص في الطب المخبري شكرا والمناعة لك. وأشكر ضيفي من ميشيغان الباحث في علوم المناعة وتطوير اللقاحات والأمصال للأمراض الفيروسية والبكتيريا الدكتور علي فطو. شكرا لكم معنا.